اولا بالنسبه لمناقشه الوضعيه ديال الدخول المدرسي في المغرب حاليا وفي سيدي حيا بصفه خاصه، تتقتضي منا اننا نوضعوا النقاش في السياق. اولا المغرب تيعيش وضعيه ديال الحاله الطوارئ، فبالتالي لا يمكن الحديث عن وضع سليم لدخول مدرسي. اذا فالدخول المدرسي حاليا فهو ايضا يخضع لحاله الطوارئ، ولا سيما بعد ارتفاع مؤشر ديال حالات الاصابه بكوفيد كورونا في مدينه سيدي يحيى الغرب. فلهذا التجأت السلطات الاقليميه انها تصدر قرار، اولا هو ليس بقرار الغاء او تاجيل، وانما هو قرار لتغيير نمط التعليم من الحضوري الى التعليم عن بعد. بالنسبه لنا احنا كجمعيه الاباء وامهات واولياء التلاميذ ديال ثانوية بنو زيدون، اننا يعني كنا من ضمن المجموعه او جميع الاطراف اللي خضت القرار، لان القرار اللي اتخذ بصراحة أنه اتخذ بمقاربة تشاركية، أنه حضرت له جميع الفعاليات اللي يمكنها تأخذ القرار، ولا سيما المندوبية وزارة الصحة التي كانت تلح وبحدة على ان يعني عدم مغامره لا بالاساتذه ولا بالتلاميذ، ولا سيما ان المؤسسه التعليميه هي واحد الفضاء اللي يمكن له يعني يكون اللي يصبح بؤر. فبالتالي اذا اصبحت لنا المؤسسه التعليميه بؤر فيعني فاكيد انه هذا البؤر هذا ستنتشر الى العائلات والى الجيران والى المدينه برمى. بالنسبه لنا كجمعيه ديال الاباء، احنا الان في استشارات يعني بشكل يومي وفي اتصالات مع المديريه الاقليميه ايضا لمدينه سيدي سليمان، يعني كيفاش يمكن لنا ندبروا هذه المرحله هذه بنجاح، ولا سيما اننا عندنا اشكال ديال التلامذ ديال الاولى باك ديال الجهوي، يعني على اعتبار ان الاصدقاء ديالهم الزملاء ديالهم سواء على مستوى الجهه او غير هادو مثلا اللي في القصيبيه ولا في مدينه سيدي سليمان، راهم تيقراو تلقاو الدروس ديالهم والدعم والتقوى لنا احنا في مرحله التقويم التشخيصي راه عن قرب، يعني راه مستافدين من عن التعليم الحضوري. فبالتالي الوليدات ديالنا احنا ديال الجهويه يعني الباك يعني راه تيتلقاو التعليم عن بعد من طرف الاساتذه، وحنا وتنعرفوا حنا المفارقه الغريبه ما بين التعليم الحضوري وما بين التعليم عن بعد، وقد اجمع يعني الرجال ديال التربيه وعلماء التربيه وعلم النفس على ان هذا لا يمكن، في هذه العباره هذه لا يمكن للتعليم عن بعد ان يعوض التعليم الحضوري، ومن يقول غير هذا فهو هراء. اذا فبالتالي كيفاش يمكن لنا ندبروا هذه المساله على اساس اننا يولي المكتسب عن الطفل من المقررات يعني ولو بشكل نسبي، ونحاربوا الهدر ديال الزمن المدرسي. اذا فالطريقه دابا الان اللي بالشراكه مع الاداره التربويه ديال الثانويه ديال بنو زيدون، على ان جل التلاميذ بجذوع مشتركه الاولى باك الثانيه باك، وانهم يعني اشتغلوا بان كل استاذ يدير مجموعه مع التلاميذ ديالو عبر الواتساب او عبر البرامج المصطلحات الاخرى. ثم انه كاين البرمجه الان الاساتذه تيرسلوا للتلاميذ القنوات التلفزيونيه اللي تثبت هذه الدروس هذا، ولا سيما ان هذه المرحله هذه حتى 5 اكتوبر فهي مرحله ديال التقويم التشخيصي، بمعنى ان الاساتذه ما غيباشروا الدروس ديالهم ديال المقرر الفعلي يعني حتى 6 اكتوبر. بالنسبة للجمعية أمهات وآباء أولياء التلاميذ بثانوية بنو زيدون، يعني احنا في تدبيرين بشكل يومي مع الإدارة التربوية، بحيث انه يعني في هذا الفاصل هذا ديال او هذا الوقت المستقطع من الزمن المدرسي، لانه لابد من الاشاره ان هذا الوقت او هذا القرار راه يمكن تغييره يعني بين من يوم الى اخر. يمكن الاسبوع المقبل نبداو نتحدثوا على تعليم حضوري بمدينه سيدي حيى الغرب، يعني بناء على انه ينزل المؤشر ديال الاصابات في مدينه سيدي حيى الغرب. اذا فبالتالي المديريه الاقليميه بالنسبه يعني نتكلم على الوسائل الاحتياطيه او الاحترازيه اللي اتخذت داخل المؤسسه، يعني المؤسسه كاين المعقمات، كاين الكمامات ديال التلاميذ، كاين يعني التستر ديال المداخل وديال المخارج ديال، لانه راه كما قلت لك ممكن ان يوم الاثنين او الاسبوع الاخر ان يكون التعليم حضوري، فبالتالي باش ما نتفاجئوش حتى يولي التعليم حضوري عاد نبداو نرتبوا المداخل والمخارج ديال المؤسسه. فالمؤسسه الان حاليا هي مهيئه باش تستقبل التلاميذ في الصيغه اللي تتنظمها المذكره 39 ديال التفويج ديال الانصاف عدد ديال التلاميذ. اذا فبالتالي تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفع عنا هذا الوباء هذا،
ويرجعوا الوليدات لانه الحضن الاساسي والسليم باش يتعلموا يتلقاو الوليدات المعارف ديالهم اللي هي المؤسسه داخل حجراتهم وامام اساتذه. بالنسبه للجمعيه امهات واباء للتلاميذ بالثانويه بنو زيدون، يعني احنا في تدبير بشكل يومي مع الادارات التربويه، بحيث انه يعني في هذا الفاصل هذا ديال او هذا الوقت المستقطع من الزمن المدرسي، لانه لابد من الاشاره ان هذا الوقت او هذا القرار راه يمكن تغييره يعني بين من يوم الى اخر. يمكن الاسبوع المقبل نبداو نتحدثوا على تعليم حضوري بمدينه سيدي حي الغرب، يعني بناء على انه ينزل المؤشر ديال الاصابات في مدينه سيدي حي الغرب. اذا فبالتالي المديريه الاقليميه بالنسبه يعني الوسائل، نتكلم على الوسائل الاحتياطيه او الاحترازيه اللي اتخذت داخل المؤسسه، يعني المؤسسه كاين المعقمات، كاين الكمامات ديال التلاميذ، كاين يعني تستار ديال المداخل وديال المخارج ديال، لانه راه كما قلت لك ممكن ان يوم الاثنين او الاسبوع الاخر ان يكون التعليم حضوري، فبالتالي باش ما نتفاجئوش حتى يولي التعليم حضوري عاد نبداو نرتبوا المداخل والمخارج ديال المؤسسه. فالمؤسسه الان حاليا هي مهيئه باش تستقبل التلاميذ في الصيغه اللي تتنظمها المذكره 39 ديال التفويج ديال الانصاف عدد ديال التلاميذ. اذا فبالتالي تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفع عنا هذا الوباء هذا ويرجعوا الوليدات لانه الحضن الاساسي والسليم باش يتعلموا يتلقاو الوليدات المعارف ديالهم اللي هي المؤسسه داخل حجراتهم وامام اساتذه. كنا دائما تنعانيو من الاكتظاظ في مؤسسه ديال الثانويه ديال بنو زيدون، وكان عندنا هذا الاشكال دائما مطروح، ولكن الحمد لله استبشرنا خيرا على اساس انه يعني وزاره التربيه الوطنيه الان برمجات ثانويه عبد الهادي ابو طالب يعني قرب حمام الريزو في الفضاءات المجاوره لبنو ياسين. وكان مطروح اشكال بحده ديال انه يعني على مستوى العقار، لان كانت المديريه الاقليميه غتشرع في البناء ديالها لدرجه ان المدير ديالها الان راه متعين والاساتذه هما معينين للثانويه، وكانت تطرح اشكال لحال دول البناء وهو ديال التعرض اللي وضعته الوكاله الحضاريه. الان في هذا الاسبوع هذا يعني في يوم الخميس او يوم الجمعه كان اجتماع في عماله سيدي سليمان، وفعلا تم رفع هذا التعرض اللي دارته الوكاله، والان الوضعيه ديال العقار راها وضعيه سليمه، فبالتالي ستباشر الاشغال يعني في القريب العاجل من الايام. ويمكن تحدثوا على كانت الاشغال على قدم وساق، راه يمكن نضمنوا ان شاء الله دخول مدرسي في السنة الدراسية 2020-2021 بثانويتين بمدينة سيدي حي الغرب. فبالتالي غادي نكونوا حتى الأساتذة غيكونوا تيشتغلوا بأريحية وفي ظروف يعني تربوية جيدة جدا، وغادي تفك حتى الاكتظاظ. التعليم عن بعد ربما سيفرض نفسه في القادم من الايام، فبالتالي نتمنى ان تكون المؤسسات كلها عندها قاعات متعدده الوسائط مجهزه بالحواسيب، مجهزه بالات الارسال، حتى يمكن لنا نحقوا فعلا فكره التعليم عن بعد. اذا ثم كاينه واحد الاشاره اخرى لابد من اننا نتكلموا فيها، وهو انه هذا التعليم عن بعد دابا على مستوى الارسال في القنوات التلفزه المغربيه، فحبذا لو كون مثلا هذه القنوات اللي تبث الدروس التعليميه تكون هي القناه الاولى، لان القناه الاولى هي اللي تحظى باكبر عدد ديال المشاهدين سواء على مستوى الاسر او الاطفال او الاباء او الامهات. كاين اشكال مثلا في بعض المنازل اللي تنطرحوا حنا اسئله على التلاميذ، خاصك تشري ديك الاله الجهاز ديال تي ان تي باش تستفد من المغربيه او من الرابعه او من الثقافيه او من الامازيغيه او من قناه العيون. اذا فبالتالي راه حتى هي ما فيهاش تكافؤ الفرص، فبالتالي تنوجهوا واحد النداء على اساس انها التلفزه المغربيه ولا سيما القناه الاولى والقناه الثانيه باعتبارهما قناتين ويعني عموميتين، انهم ينخرطوا في هذه العمليه ويبداوا يبثوا الدروس التعليميه. ثم انه عندنا واحد المقترح اخر، وهو تنطالبوا الجهات الصحيه انها الجهات الصحيه تكون عندها فضاءات، تكون عندها مثلا مكاتب داخل المؤسسات التعليميه،
ان تكون واحد مثلا يكون مكتب ديال الصحه متواجد في المؤسسه التعليميه، وتكون زياره ديال طبيب مثلا عمومي انه يزور بغض النظر على 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 الوباء ديال كوفيد كورونا، يعني حفاظ على على صحه المتعلمين. فخص المواكبه الصحيه، لانه راه كاين اجتهادات ديال الاساتذه، الاساتذه ليسوا متخصصين في المجال الصحي، ولكن راه كاين دوريات مشتركه ديال وزاره الصحه وديال وزاره التربيه الوطنيه، ولكن قلما فين تنوجدوا ان الناس ديال الصحه تطبقوا هذه الدوريات المشتركه.